здоров'я, або гибель. Або гибель любить приключення. Точно. طالما بنعملوا حساب كل حاجة أو فاهمين دماغ الناس أو كله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب. أتليتشنا أتليتشنا probably probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. There are no official wars between countries. But they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Haba. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي. يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسيها أو دول برضك سلاحهم معروف لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان. You know your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before. خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخليني انا في اللي بعرفه ساديست صبراني شوني كونشنس ساديست السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت. انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوه بالسنين اللي فاتت. انا الحقيقه يا جماعه مش قصدي اضايقكم خالص على الاطلاق بس الحقيقه برضو يا ابو هيبه ان انا في السنه اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي انت قدرت تبيعه يا ابو هيبه ومش عايز اضايقك برضو. The arms market size in the Middle East, according to our statistics in the past 10 years, is around 70%. Egypt alone amounts 39. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts and not only in Egypt, how the region, by the separate notice, I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружия в мире. Да. Но Ким. Ким увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено?
подумай. أبو هيبة، أبو هيبة، لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان، طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد. هتشوف بكرة اللي ملوهش عازة ده هيعمل فيك ايه يا أبو هيبة. حسابك كبير قواكين، واني هحاسبك عليه كله على بعضيه. صعب يا أبو هيبة، صعب. أصل أنا ماليش ملكة يا أبو هيبة، لا ليا عزوة خاف عليها، ولا ليا أرض، ولا ليا وطن. لو فكر العزوة ملكة تبقى غلطان. عزوة أبو هيبة هيبة. هو أنت ما عرفتش إن أخوك جاي للغاية عندي وعايز يشتغل معايا؟ يا فرحتك بعزوتك يا أبو هيبة. بقول لك إيه؟ ما تسيب تجارة السلاح دي واشتغل في أي حاجة تانية، اشتغل خطبة مثلا. أنا هوريك شغل الحريم اللي أنت منيهم. فرق بيني وبينك إنك أعمى، ما بتشوفش غير اللي معاه التمن، لكن أنا عندي قانوني. الشمال مالوش قانون يا أبو هيبة. الشمال لو تساب هتولع. هتولع؟ ده كل ما تولع نشتغل أكتر يا أبو هيبة. تجارة، تجارة يا أبو هيبة، والتجارة شطارة. ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها. بطل الوهم اللي انت فيه ده يا ابو هيبة. اللي يبيع ما يخافش، واللي يخدم. اقول لك يا ابو هيبة، انا لو منك تروح تعمل جمعية خيرية كده تحل فيها مشاكل الصعب. وانا لو منيك افتح سيرك ولم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمرة. لسه مناخيرك فوق، لسه. فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس، عرب واحنا ملناش جذور. مش كل القديم اثر يا فرسو، ومش كل الجذور ليها نسب. انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك. وانا هفضل وراك يا ابو هيبة لغايه لما احط في كل ايد سلاح. اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه. بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي احلم؟ ايوه، لكن انسى؟ لا، اللي تجرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ، واني ما بنساش اكين، ما بنساش. رد بقى. ممكن تساعديني؟ حمزة يا حبيبي، انت كبرت، تساعد نفسك بقى. مش معقول كده، محدش في البيت ده بيعمل لي حاجة. أنا هقول لجد أبو هيبة وهو هيجي يضرب. إيه يا أحمد، ما بتردش عليا ليه؟ مش قلت لك ما تسيبش عطية لوحده؟ أنت بتقول إيه؟ ده فين ده؟ طيب أنا جاية. سلام. عطية فين يا أحمد؟ هلاقيه في المشروع الجديد يا أمينة. ازيك يا حمزة؟
يا أمين؟ يعني هكون فين يعني؟ سايبة البيت وجاي وسط العمال ليا بنت عمي. أنت عارف يا عطية أنا لو قفشتك تكفيش إيه بس؟ هو في حد يقدر يزعل ست الكل؟ أم حمزة؟ نقعد بقى نتخانق بقى، لا أنا عايز أروح عند جدي. يا سلام. يلا بينا يا معلم على جدك. يلا. مش يلا ولا إيه؟ يلا. حبيبي يا حمزة. ألف 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 مليون مبروك.